هنا بتعمل ايه وعملت ايه ونظمت الفعاليه دي طريقه تنظيمها؟ احكي لنا التفاصيل لو سمحت. ما قبل الفعاليه؟ ممتاز. احنا موجودين اليوم في وقفه تضامنيه سميناها مع غزه حتى النصر بالتعاون مع الاداره الجامعيه وجمعيه اعضاء هيئه تدريس والاتحاد الوطني طلبه جامعه الكويت. وجودنا اليوم في هذه الوقفه التضامنيه هي لتوصيل رساله، رسالتنا بان احنا كطلبه جامعه الكويت واعضاء هيئه التدريس مع اخواننا في غزه، كذلك متضامنين مع طلبه الجامعات الامريكيه في خروجهم واعتصاماتهم السلميه في جامعاتهم الامريكيه. طيب الاخوه المعتصمين او المعتصمين في جامعات العالم في الغرب وباريس وحاليا عده مدن مقيمين في الجامعه. صحيح. هل اعتصامكم اقامه ولا مجرد وقفه وسوف تنفض بعد الانتهاء؟ حنا هذه وقفه. الوضع يختلف، احنا في امريكا هناك من يعادي فعلهم واعتصاماتهم الامور هذه، لكن احنا ربي لك الحمد في جامعه الكويت احنا والاداره الجامعيه والحكومه والشعب كلنا في مركب واحد وعلى منهج واحد اللي هو رفض الاحتلال ورفض التطبيع كامل. طيب الم يكن هناك تواصل ما بينكم وبين هؤلاء الطلبه المعتصمين في الغرب؟ لم يكن معنا تواصل مباشر، لكن نحاول التواصل معهم خلال الفترة القادمة بإذن الله، تكون في مزيد من الأنشطة والفعاليات المشتركة بيننا إن شاء الله. طيب تقييمك للفعالية؟ ربي لك الحمد، التجهيزات والأمور كلها طيبة، احنا إلى الآن ما بلشنا، 10 دقائق ونبلش إن شاء الله، لكن الحمد لله الأمور كلها طيبة وماشية على أكمل وجه، ربي لك الحمد.